لقد خطت البلاد بعون الله في مختلف المجالات وعلى طريق التقدم خطوات كبيرة. ندعو الجميع إلى المضي قدما والاجتهاد في طريق الإنجاز ومواصلة البناء. دولة القيادة السياسية التعليم أهمية بالغة، ومثلت قضية التطوير والإصلاح التعليمي أحد أهم الأولويات. إن أهداف التنمية المستدامة تحتم علينا العمل وفق أساليب مبتكرة. في بلادنا نفرح ونسر إذا شفنا أبنائنا على هذا المستوى من الرقي التعليمي. أولينا التعليم عناية تامة، فأنشأنا المؤسسات الحكومية التي تعنى بجوانب التعليم. ولذلك فإن انطلاق مبادرة تعليم لمرحلة جديدة سيتيح لنا جميعا فرصة التعرف عن قرب على معالم خطط التطوير ومناقشة عناصرها. على أرض تمتد ما بين وحي تنزل وتاريخ تشكل، ونخيل يسافر في الرمال، وعبقرية تهفو إلى الكمال، على أرض الخليج حيث تتوالى فصول المعجزات ويتجلى هطول الطموحات، يخطو مكتب التربية العربي لدول الخليج في مسيرة بلغت 40، لا تزال تولي خطوها شطر الرؤى والأهداف والإنجازات. وفي المشهد يقف واقع التعليم المعاصر شاهداً حياً وأميناً على ما تعيشه الدول الأعضاء في المكتب من رحلة تنمية وحضارة أضاء التعليم الطريق إليها، مهتدياً بما أولاه قادتها الأجلاء يحفظهم الله للتعليم من اهتمام بالغ وعناية فائقة وحفز مستمر، لتتحقق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نهضة تعليمية مباركة في فترة قياسية من الزمن وبمستويات ومعايير نوعية نالت تقدير المراقبين وفي مقدمتهم المنظمات الدولية المتخصصة. وفي فضاء اللوحة تمتد ألوان العمل التربوي المشترك وتتسع آفاقه ومجالاته، مستبصرة بما أولته القيادات الرشيدة من توجيه أمين وعون مكين من أجل بناء الإنسان الخليجي المدرك لمعنى كونه بانياً معطاءً قادراً على تجاوز الصعاب والعثرات، وفي عزيمته ما يكفي لعبور ميادين المتغيرات. وعلى امتداد هذه المسيرة وقفت قامات خلدتها مواقف الدعم والتوجيه والتقييم، أعطت فأجزلت وعملت فأتقنت. أولئك هم وزراء التربية والتعليم والوكلاء وأمناء مجلس التعاون ومديرو المكتب الذين تعاقبوا وتسابقوا في الإخلاص والإبداع ونشدوا الكمال والإتقان. رحم الله من قضى منهم وغاب عن العين، لكنه استوطن القلب والأهداب، وحفظ من لا يزال يملأ العيون والقلوب ويعطي بغير حساب في رحلة ثرية المعنى عنوانها التعليم يجمعنا.